سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين قوسين، نناقش فيها قرار المنظمات الدولية باحتمالية خفض تقديم المساعدات الإنسانية لليمن. للمرة الثانية خلال أقل من 5 أشهر تلوح منظمات أممية بتوقيف أو خفض المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. وفي هذا الصدد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في القطاع الإنساني التابع للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن المساعدات المقدمة لليمن تحت قيادة ميليشيا الحوثي ستنخفض في مارس المقبل خوفا من عدم وصولها لمستحقيها. ونقلت الوكالة على لسان المسؤول الأممي أن الميليشيا تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة. وبحسب المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، فإن مناخ العمل الإنساني في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة. الحكومة من جهتها كانت قد اتهمت ميليشيا الحوثي بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 20% من قيمة مشروعاتها في مناطق سيطرتها دون أن تلقي بالا لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يعيشون أزمة إنسانية. ما الذي يمكن فعله لتلافي التخفيض المحتمل للعمل الإغاثي العالمي في اليمن؟ وما البدائل الممكنة لتحرير المساعدات من سيطرة الميليشيات؟ نناقش ذلك عبر البث المباشر. معنا من العاصمة المؤقتة عدن مستشار وزارة الإدارة المحلية المنسق العام للإغاثة السيد جمال بالفقي، وسينضم إليه آخرون عبر البث المباشر وأيضا عبر الهاتف. إذن أبدأ مع ضيفي من عدن المنسق العام للإغاثة السيد جمال بالفقي. سيد جمال، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساكم. اهلا بك سيد جمال. نتحدث اليوم عن التصريحات التي يعني ربما قد تم تداولها من قبل، وايضا ما زال الحديث حولها حتى اللحظه، بان المنظمات تعتزم من شهر مارس القادم بخفض المساعدات بسبب بعض الممارسات والتعسفات التي تمارسها ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها. كيف تجدون هذا التوجه للمنظمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي مشاهدينا الكرام. الحقيقة أن قرار الأمم المتحدة وبعض المنظمات لتخفيف العمل الإنساني والإغاثي في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، نحن من سابق كنا نحذر عن عملية الانتهاكات المستمرة من 2015 إلى حد اليوم بما تقوم الميليشيات الحوثي، وكنا نطالب المنظمات الدولية ونطالب الأمم المتحدة أن تعمل إجراءات حقيقية لردع الميليشيات الحوثي لعملية تغيير المسار العمل الإنساني والإغاثي، وأن يسمحوا لجميع المنظمات التي هي في المناطق التي تحت سيطرتهم بالعمل الجاد لإيصال الإغاثات في جميع المناطق التي تحت سيطرتهم. ولكن هي المنظمات الدولية هي طبعا هي تخفيف العمل الإنساني والإغاثي، نحن نثمن ما تقوم المنظمات الدولية، لكن ان عندما تخفف المساعدات على المواطن هذا يعني يسبب يعني كارثه حقيقيه على المواطن نفسه. نحن نطالب الامم المتحده ان تقوم باجراءات غير اجراءات اللي هي تخفيف عمل المساعدات او منع المساعدات على المواطن، نحن نطالب باجراء حقيقي بما تتحدث عنه المنظمات الدوليه باعاقه العمل الانساني والاغاثي بقرارات وقوانين حسب قوانين الامم المتحده التي تحاسب الحوثيين والضغط عليهم بشكل كبير انها تصل للمساعدات، ليس تخفيف المساعدات على المواطن. نعم، لكن يعني سيد جمال ربما يعني لديكم الكثير من الملاحظات حول ممارسات الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها من يعني مما يضر بهذه المنظمات وايضا المساعدات المقدمه للناس، يعني لو تضعنا في صوره عن أبرز صور النهب التي تمارسها ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها فيما يخص المساعدات الإنسانية.
طبعا الحقيقه طبعا من بدايه 2015 هي نحن رصدنا في انتهاكات الحوثي لحجز السفن حوالي 635 سفينه، الى ذلك منع كثير من المساعدات للوصول الى مستحقيها، وكذلك منع الادويه للوصول الى المرضى. اخر عمليه الانتهاكات اللي تمت خلال السنه الماضيه، وخاصه بالذات في برنامج غذاء العالمي، وهو حرق صوامع الغلال، الى جانب هي يعني كذلك اتلاف حوالي 71 طن في وسرقتها من داخل مستودعات في حجه من مستودعات برنامج غذاء العالمي، وعدم وصول المنظمات الدوليه حتى لانقاذ كثير من العمل الانساني والاغاثي الذي هي تحت سيطره الحوثي. الحقيقه نحن بالنسبه لنا في يعني رصدنا كثير من الاشياء التي يتم الانتهاكات وقرصنه العمل الانساني والاغاثي، لكن نحن نتطلب من المنظمات الدوليه الصامته التي لم تعلن لحد الان ما يتم غير البرنامج غذاء العالمي وبعض المنظمات التي تقوم بها باستحاء. لكن نحن في اللجنه العليا للاغاثه دائما يعني بتوجيهات من فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي ان نحن ودوله رئيس الوزراء ان نحن نسهل عمل المنظمات داخل المناطق المحرره وتسهيل اعمالهم وتوفير كل سبل الحمايه للوصول لجميع انحاء الجمهوريه من خلال المناطق المحرره. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد جمال، وأرحب الآن بضيفي سينضم إلينا من العاصمة صنعاء زيد العليا، مسؤول الإعلام في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن. سيد زيد مساء الخير. أهلا بك سيد زيد، يعني نتحدث اليوم عن تلويح المنظمات الدولية بخفض المساعدات منذ من بداية شهر مارس القادم، يعني لو يعني تضعنا في صورة يعني أبرز التحديات التي تواجه العمل الإغاثي اليوم في بيئة الحرب القائمة في اليمن. لم يكن يعني لا يوجد اي اعلان رسمي من كل المنظمات الامم المتحده والمنظمات العامه الانسانيه لانه سيتم تخفيض المساعدات الانسانيه في مناطق تحت سلطه امر الواقع. مجرد تقارير اعلاميه فقط لا غير، لم يصدر من مكاتبنا اي تصريح من هذا القبيل ابدا. نحن نتحدث انه في سنه في العام هذا 2020 اليمن تظل ولا تزال تعتبر الكارثه الانسانيه الاكثر في العالم، هل في الارض اكثر من 24 مليون اليمني يحتاج الى المساعده الانسانيه والحمايه. هناك تحديات كثيره في الانساني من ضمنها الحركه في بعض المناطق، التعقيدات البيروقراطيه وفيما يتعلق بالحصول على التطابيق والتحركات واشياء من هذا القبيل. فيما يتعلق بالتخفيض انا احدد كمان واكرر مثلا مره اخرى لانه لا يوجد اي اعلان رسمي من مكاتبنا بانه سيكون هناك اي تخفيض للمساعدات. نعم، لكن سيد زيد يعني معنا هنا ضيفنا السيد جمال بلفقيه المنسق العام للإغاثة في اليمن، تحدث عن نقطة مهمة هو أن هناك الكثير من المنظمات الدولية يعني تغض الطرف ولا يعني تحدد موقف مما يعني تلاقيه من تعسفات عدا يعني برنامج الغذاء العالمي والبعض من المنظمات، ما السبب في ذلك؟ يمكن نحن تحدثنا كثيرا وكررنا هذا الامر مرارا وتكرارا لان الامم المتحده في الجانب الانساني لا يمكنها ان تضع اطار الاسلام على هذا الطرف او هذا الطرف، ولكن ما دائما في كل الاقوال نتحدث بشكل عام انه مطالبه الاطراف المتصارعه بتحديد الاماكن الغذائيه، تطالب الاطراف المتصارعه بفتح معابر لدخول المساعدات الغذائيه، تطالب الاطراف المتصارعه بالابتعاد عن استهداف المدنيين واستهداف الجبهه التحتيه المدنيه والابتعاد عن عسكره الوصول للمساعدات الانسانيه، كل هذا، هناك اطراف اخرى في الامم المتحده هي من تستطيع ان تضع اطراف الاشياء. طيب سيد زيد اعتذر منك كثيرا، يعني هناك مشكله في الصوت لا استطيع سماعك بشكل جيد، وايضا المشاهدين لا يستطيعون السماع، سيعاودون الشباب التواصل بك مره اخرى وسنعيد عليك نفس الاسئله، ولكي يعني تتضح الصوره بشكل اكبر سيتم معاوده الاتصال بي سيد زيد، واعود لضيفي السيد جمال بلفقي. سيد جمال، يعني
نتحدث هنا عن التلويح الذي حصل مؤخرا، يعني هذا التلويح يعني ماذا يشكل بالنسبة لكم كحكومة؟ انقطع الصوت. نعم سيد جمال، يعني كنت قد سألتك يعني ما الذي يعني هذا التلويح بالنسبة لكم كحكومة، التلويح الذي تم من قبل بعض المنظمات مؤخرا؟ نعم، إذا يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أيضا في التواصل عبر الأقمار الصناعية، سيتم حل هذه المشكلة. ريثما نذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع الذي أجراه الشباب في اليمن، نشاهده سويا. لا توجد سيطرة كاملة في المناطق الحوثية نهائيا، وبالتالي لابد يكون التنسيق كليا مع الأمم المتحدة باعتبارها الجهة المفوضة أساسا وهي الجهة المانحة. لابد من وجود آليات وتفعيل وتنسيق عالي بحيث أي اختراقات يتم التواصل مع الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. الأمم المتحدة هي الجهة المسؤولة على كلا الطرفين، لا توجد أي سيطرة كاملة للجهات الشرعية أو للسلطات الشرعية في مناطق الحوثيين، لهذا هي تقريبا شبه عاجزة. لا يوجد أي مانع أو أي إجراءات لخفض هذا النوع من التعامل إلا عن طريق التنسيق مع الأمم المتحدة والتنسيق آليات الفاعلة فقط. بالنسبة لنهب المساعدات الغذائية المرسلة من الأمم المتحدة ومن الداعمين التي تنهبها ميليشيات الحوثي، فيفترض على الحكومة والتحالف العربي ممارسة المزيد من الضغط على الأمم المتحدة لفرض القيود المانعة حقيقة لنهب المساعدات وحتى تصل بسلام إلى المستفيدين والمحرومين في مناطق سيطرة الحوثيين. إذن مشاهدينا، هذا كان استطلاع من داخل اليمن حول يعني عملية النهب المنظم للمساعدات والتضييق على عمل المنظمات والتبعات. أعود لضيفي مؤخرا عبر الأقمار الصناعية السيد جمال بلفقي. سيد جمال، أتمنى أن تكون قد حلت المشكلة الحاصلة في الصوت، تسمعني جيدا الآن؟ نعم جيد. إذن كنت قد سألتك منذ قليل يعني ما الذي يعني هذا التلويح الحاصل من قبل المنظمات بخفض المساعدات بالنسبة لكم كحكومة؟ طبعا نحن نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عملية الضغط بشكل إجراء حقيقي بإصدار قرار ضد الحوثيين لعملية الضغط عليهم. وإنما هذا التلويح بالنسبة لنا هي لو فرضنا أن يكون هذا التلويح يخص عملية الضغط على الحوثيين، لكن للأسف أن تلويح مساعدات سيتضرر منه المواطن ليس الحوثيين، ولهذا نحن نطالب إجراء حقيقي أولا لنقل المنظمات الدولية أعمالها من داخل صنعاء او مكاتبها الرئيسيه. انا اعتقد لو نقلت حتى على الاقل عده منظمات بدايه برنامج الغذاء العالمي، اعتقد ان ممكن ترتدع الحوثيين لعمليه ايصال المساعدات. لكن عمليه نقص المساعدات هي طبعا سيسبب كارثه ومجاعه للمواطن، ونحن لا نرضى ان يكون المواطن هو يدفع الثمن ما تقدمه الحوثيين من انتهاكات ضد المنظمات. لكن يعني سيد جمال، يعني الحلول الممكنة يعني لتلافي هذا التنفيذ لهذا القرار، هل هناك حلول ممكنة يعني لتلافي هذا الأمر بالإمكان إجراءها من قبلكم أنتم كحكومة لوقف تخفيض المساعدات القادمة للمناطق الشمالية؟ طبعا نحن بالحقيقه ونحن من خلال من الفتره الماضيه من 2018 حددت عن طريق لا مركزيه في العمل الانساني والاغاثي اللي هي توجيهات فخامه الرئيس، واللي تم اعلانه الرئيس اللجنه العليا للاغاثه ان تكون 5 مراكز اغاثيه لا مركزيه في العمل الانساني والاغاثي لوصول العمل الانساني والاغاثي لجميع المحافظات الجمهوريه عبر عده منافذ وهو 22 منفذ بري وبحري، ومن خلاله هي توصل المساعدات عن طريق شركاء اللجنة العليا للإغاثة إلى جميع المحافظات اللي هي تحت سيطرتهم. ليس هي الحديدة هي المنفذ الوحيد لإيصال المساعدات.
المساعدات اللي توصل حوالي اليوم 80%، وهذه 80% اللي توصل للعمل للغاثه التي توصل من الحديده ينهب، وتبدا هذه العمليه الاشكاليه في عمليه عدم ايصالها، ويستخدمونها في المجهود الحربي او في امور او الموالين لهم. الحقيقه نحن جلسنا مع برنامج غذاء العالمي، ونحن يعني قدمنا جميع التسهيلات في الحكومه اليمنيه. دوله رئيس الوزراء في الفتره الاخيره وجه باعطاء برنامج غذاء العالمي حوالي مساحة غير عادية بالنسبة لي في محافظة عدن، وكذلك باستعدادنا أن ممكن نعطيهم عدة مساحات لعد أي محافظة في محافظات المحررة، سواء كان في المكلا أو في مارب أو في حتى في الساحل الغربي اللي هي قريبة من في المخا إلى أي منطقة هم يحبوا. فطبعا فكانت الجلسة مع المنطقة الحرة ومع المسؤول كذلك المدير الأراضي، فأعطيت لهم 6 هكتار متر مربع في المنطقة الصناعية لعمل مخازن كبيرة لتستوعبها. للعلم يعني توصل لحدود ميناء عدن من خلال برنامج العالمي 500,000 طن سنويا إلى ميناء عدن، وهي تم إيصالها للمناطق اللي هي تحت سيطرة الحوثي. ولهذا نحن نتمنى أن تكون في وجود مكاتبها أو مكاتب رئيسية أو ممثل حقيقيين داخل محافظة عدن. جميل. لكي تكون سهلة على المنظمات الدولية لعمل إجراءات حقيقية والتفكير فيما بعد. من ضمن الحلول التي فهمناها منك سيد جمال، لو قاطعتك هنا، من ضمن الحلول التي فهمناها منك أنه قد تم توفير بدائل في مسألة المخازن لهذه المنظمات، وبالتالي يعني بإمكانها تخزين المساعدات الإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن. لكن تظل أعتقد أن المشكلة ستظل قائمة سيد جمال، لأن أساسا يعني آلية التوزيع ونقل هذه المساعدات إلى المحافظات الشمالية ستخضع للتدقيق من قبل الحوثيين والمصادرة ومن هذه القصص، بالتالي يعني الأمر لن يكون مجدي بتلك الطريقة. لا طبعا هي عندما تكون نحن نستعين، نحن عندما تمت كثير من الاحداث موجوده من ضمن حتى ما كانت المجاعه، وتم اعلنت مثلا في محافظه الحديده سابقا في 2017 بان مديريه التحيته تعي من المجاعه، نحن وصلناها عن طريق شركاء اللجنه العليا للاغاثه، ونحن لحد الان نوزع كثير من الاغاثه الى محافظات تحت السيطره الحوثي عبر منظمات المجتمع المدني. نحن الان منظمات المجتمع المدني هي لا تقل يعني فنيا او عمليا او اداء عن المنظمات الشريكه للمنظمات منظمه الغذاء العالمي، وكذلك توجد في من خلال المنظمات المحليه شركاء برنامج الغذاء العالمي في المحافظات التي تحت سيطره الحوثي وتقوم بالتوزيع. انا اعتقد الاشكاليه ليس في عمليه التوزيع من خلال المنظمات، انما اللي هي تتم سيطرتهم، هي دائما هم بيقوموا بعملية اللي هي كسر المخازن واخذ الإغاثة، أو كذلك منع الوصول للإغاثات إلى المناطق عبر النقاط. لكن عندما هي يكون في عن طريق، نحن عندنا 22 منفذ ممكن لا توصل اليها عن طريق، في عندنا منافذ بريه وبحريه ممكن ايصال مساعدات، هي طبعا نحن مستعدين يعني للتعاون معاهم، وانا اعتقد انه على الاقل سيخفف بشكل كبير حق عمليه الانتهاكات الموجوده، وربما يعني حتى يمكن عندما تعرف جمال بان التوزيع سيكون مباشر، اذا ما تم نقل المخازن التوزيع سيكون مباشر للمناطق المستهدفه، ولن يكون هناك تخزين في مناطق سيطره الحوثيين حتى وان كانت مخازن صغيرة. يعني آلية التوزيع ستكون إذا نقلت المخازن إلى العاصمة المؤقتة عدن، حينها سيكون يعني يتم تحويل المساعدات بشكل مباشر للمناطق وتوزيعها مباشرة. اي طبعا هي بيكون هو تحويل الاغاثه لهذه المناطق. نحن وصلنا، نحن من خلال شركائنا وصلنا الى محافظه المحويت، وصلنا الى محافظه ذمار، وصلنا حتى لمحافظه صعده. هي الحقيقه طبعا في الاخير هي العمل الانساني والاغاثي هي مسؤوليه كل مواطن، مسؤوليه كل والمنظمات الدوليه بقبعه الامم المتحده، هي تستطيع بالضغط على الحوثيين للوصول الى كل ما يريدوه، لكن عمليه التهرب من عمليه المسؤوليه ويجعل المواطن هو ويدفع الثمن، هنا الإشكالية. أما عملية أن المبالغ المالية طبعا هي نحن خطة الاستجابة اللي تستجيب إليها، وهي الحكومة الشرعية لعملية لجذب الأموال إليهم عن طريق الحكومة الشرعية، هي تقوم بعملية جلب الأموال، وكذلك في عملية التوزيع بالطرق الذي هم يريدوها. نحن نوفر لهم في المناطق المحررة، نوصل إلى كل مكان ونوفر لهم الحياة
الحماية. هم شعروا في هذه خلال الفترة الماضية بما تم. كذلك عندنا أكثر من مركز، عندنا مركز في مركز ممكن يعملون مخازن احتياطية في محافظة مارب، ممكن يعملوا كذلك في محافظة حضرموت، ومن خلالها ممكن لإيصال المساعدات. هي العملية ما هي صعبة إذا كان فعلا في تنسيق وفي شراكة حقيقية ما بين المنظمات الدولية والأمم المتحدة والحكومة الشرعية في تحت المناطق التي تحت سيطرتهم. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد جمال. سيعود لنا مرة أخرى من صنعاء زيد العلاية، مسؤول الإعلام في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن. أتمنى أن يعني مشكلة الصوت قد تم حلها تماما. سيد زيد، هل تسمعني الآن؟ أسمعك جيدا سيدي. نعم. إذن جميل. طيب سيد زيد، يعني منذ قليل كنت قد سألتك عن يعني حديث ضيفنا السيد جمال بأن هناك يعني الكثير من المنظمات يعني تعرضت للمضايقات في فترات سابقة ومنذ العام 2015 وحتى الآن، لكنها لم تفصح ولم تحدد موقف مما يحدث وما يدور، بينما الحديث هو فقط من قبل برنامج الغذاء العالمي. كيف يفهم هذا الأمر؟ الكلام غير صحيح. في اخر احاطه قدمها السيد مارك لوكوك منسق الاغاثه الطارئه في الامم المتحده ووكيل الامين العام، تحدث في اخر احاطه بان هناك عرقله لعمليه المساعدات الانسانيه تتم في المناطق الشماليه، وتحدث عن صفه الامر الواقع بانه يتم عرقله بعض المشاريع، وان الامم المتحده ومسؤوليها في حديث ولقاءات مباشره تتم بشكل مستمر مع المسؤولين في صنعاء والمناطق المحيطة بها، بحيث أنه لا يتم عرقلة المساعدات الإنسانية في كل المجالات، سواء كانت مواد غذائية أو لقاحات أو كل نوع من أنواع المساعدات الإنسانية. غير صحيح ما يقولون. لكن المنظمات هذه لم تصرح عبر مواقعها الرسمية، يعني هذا هو فقط إحاطة للمبعوث الأممي، يعني هي بالأكيد إحاطة صحيحة، ولكنها بالمقابل هذه المنظمات تمتلك يعني مواقع وتمتلك آليات لتقديم كل ملاحظاتها. لماذا لم تتحدث؟ يمكن أنتم ما تتابعوش بشكل كامل، لكن السيدة أيضا ليز جراندي في إحاطتها أيضا في كل بياناتها الصحفية تتحدث عن عرقلة المساعدات الإنسانية، تتحدث دون ربما بدون تحديد كامل، ولكن تدعو جميع الأطراف أنه المساعدة الإنسانية لا يجب أن يتم تسييسها، وأن المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى كل المناطق بدون أي عقبة أو بدون أي تأخير. نعم، لكن يعني ربما التعميم الذي يذكر دائما بتصريحات يعني السيدة ليز جراندي، يعني هي تتحدث بالعموم، وبالتالي لو أتينا للنظر لمناطق سيطرة الشرعية ربما لا توجد أي عرقلة فيما يتعلق بالمساعدات. العرقلة موجودة في كل مكان سيدي الكريم، في كل مكان. نعم. طيب يعني عندما يتحدث الجميع بأنه نطالب الأمم المتحدة أن يتم نقل عملياتها ومكاتبها الرئيسية إلى عدن وهذا القبيل، نحن تحدثنا في هذا الموضوع بشكل كبير أنه هناك أشياء تترتب على نقل المساعدة أو وصول المساعدة الغذائية إلى أماكن غير الحليجة مثلا، تتكلف الأمم المتحدة تكاليف مالية إضافية، تتكلف عمالة أكثر، لكن توصل المساعدات. لدينا مثلا نتحدث عن مكتب الأوتشا، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لدينا مكتب موجود في عدن يشرف على كل المحافظات الجنوبية، لدينا مكتب في الحليجة يشرف على المحافظات المحيطة بها، لدينا مكتب في تعز وإب، لدينا مكتب في صنعاء، ولدينا مكتب في صعدة. نعم. كل هذه المكاتب، مكتب صنعاء يشرف أيضا على المساعدة الإنسانية في مارب أيضا. نعم، ابقى معي سيد زيد، سأعود إليك وسنناقش الكثير من النقاط لاحقا. أعود هنا بتساؤل أخير للسيد جمال. سيد جمال، يعني إذا افترضنا يعني في شهر مارس القادم قامت هذه المنظمات بتنفيذ الخفض الذي تتحدث عنه للمساعدات، وبالتالي أيضا لم تقم بتنفيذ مسألة نقل المخازن إلى مناطق سيطرة الشرعية، يعني هل هذا الأمر سيضيف أعباء يعني إضافية أكبر على الشرعية في قادم الأيام؟ طبعا هي الحقيقة أولا أن برنامج غذاء العالمي
هو طبعا خلال الفترة الماضية هي ينقل كثير من البضائع عبر ميناء عدن زي ما حضرتك سالفا حوالي 500,000 طن سنويا. وهي عملية تغيير مسار العمل الإنساني والإغاثي. فمثلا عندما اعلن عدم لامركزية في العمل الإنساني الإغاثي ممكن إيصال المساعدات مثلا لمحافظة تعز بدل أن تأتي من حديدة وتمر عن طريق محافظة إبي يتم حجزها في المدخل تعز، هي ممكن تجي من عدن وتمر عبر طريق سالك في الى محافظه تعز مفتوحه، في طرق كثيره مفتوحه للمناطق التي تحت سيطرتهم لا يستطيعون هم حجزها او عمليه توقيفها، هي فقط هي تكثيف العمل، توجد عندنا مخازن كبيره حتى في الوقت الحالي، اذا هم عندهم النيه الحقيقيه لعمليه حل مشكله الايصال المساعدات للمواطن. طبعا في الشهرين الماضيه عندما اعلنت برنامج غذاء العالمي بحجز بتخفيف المعاناه إليهم بسبب عدم التزام بعض المانحين لدفع المبالغ، دفعت المملكة العربية 500 مليون في شهر نوفمبر، وفعلا تم عملية إيصال المساعدات وكان في سوء التغذية. هي نحن نتكلم على عملية مبدأ، أن لا يكون المواطن هو السبب في عملية أي إحداث تحصل، أنها يجب أن يكون في قوانين الأمم المتحدة أنها تضغط على المعرقل ويكون محاسبته بإصدار قرار أموي لكي لا يكرر عملية الأخطاء التي هي الآن تتكرر من 2015 لحد يوم الليلة. والعملية كانت الأمم المتحدة وكانت منظمة دولية لا تقدم أي عملية حتى إشارة بأن الحوثيين هم السبب في عرقلة الإغاثة، هي بدأت بعد ما بدأ برنامج غذاء العالمي والآن بدأوا عملية الإدانة، لكن نحن نتحول يعني نريد عملية التقارير التي ترفع أنها تكون أسوأ حالة إنسانية في اليمن، هذه التقارير اشتهت تتحول إلى معالجات حقيقية لترجمتها لإيصال المساعدات الإغاثية لكل مواطن بأي وسيلة كانت، سواء بوصلت عن طريق المناطق المحررة أو بطريق وسيلة أخرى. جميل، هنا نقطة أخرى يعني وأخيرة، هي فيما يتعلق بحديث السيد زيد العلاية بأن تصريحات السيدة ليز جراندي فيما يتعلق بعرقلة المساعدات هي تتحدث عن جميع الأطراف، وبالتالي الانتهاكات والتضييق على عمل المنظمات يعني في كل المناطق سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو الشرعية، كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ طبعا هي أول حاجة المناطق، نحن في اللجنة العليا للإغاثة نحن عملنا تنسيقي بحت، نحن لا ندخل في عملهم مثل ما تتدخل الميليشيات الحوثي، نحن نحاول نسهل أعمالهم ونحاول دائما نفتح لهم مجالات الإيصال الإغاثات إلى تحت المناطق، وإنما قد يكون أسباب عملية في بعض الأماكن الشركاء المنظمات الدولية أحيانا لا يكونوا بالتنسيق من السلطات المحلية، وأحيانا تكون في بعض الإغاثات فيها إشكالية في عملية عدم فهم المواطن، أحيانا تكون في عملية مثلا عندما يكون يوزع عملية القمح أو البر مثلا يكون لونه مختلف عن البر الطبيعي فيرفضه المواطن، هنا ممكن العرقلات تكون بسيطة في عملية فنية، لكن عملية تتم عرقلة أن عدم وصول أي مواطن، لأن بالعكس جميع السلطات المحلية في جميع المحافظات المحررة تقوم بعملية مساعدة أي منظمة تدخل إليها، وهم لا ينكروش هذا وفي حال انتقلت المخازن تضمنون كحكومة عدم نهب هذه المخازن كما يحصل في سيطرة مناطق الميليشيات، يعني إذا ما تم نقل هذه المخازن لمناطق سيطرة الشرعية؟ طبعا لن يحدث اي نهب مخازن للبرنامج العالمي، والدليل على ذلك توجد مخازن في جميع المناطق في محافظه عدن سواء كان في الميناء او في خارج الميناء، لا يمكن اي انسان يقدر يتجرأ ان يعمل اي عمل، بل بالعكس نحن عندما تحصل اي خلالات موجوده تمت خلل بالنسبه للبرنامج العالمي في بعض الاغاثات تم بيعها حولناهم للنيابه، فهم عارفين ان احنا نقوم نحن بالنسبه لنا اي عمل واي اخطاء موجوده، وحتى في اخطاء موجوده حتى نحن نطالب اذا كان في اي خلل في عمليه يخرج من المواصفات، اذا وجا لنا تقرير حقيقي من السلطات ان فعلا في خلل موجود نحن نقدر ندخل فيها ونحاسبهم ونحول اي حاجه للمحاكم. القضيه ما فيها هي عمليه التنسيق وعمليه الثقه المتبادله لازم تكون موجوده ما بين اللجنه العليا للإغاثة والمنظمات الدوليه، وهم فعلا اعتقد انه في خلال الفتره القادمه سيدون نوع التعاون النوعي اللي ممكن تقدمه لهم الحكومة في هذه المناطق. وضحت الصورة.
أشكرك جزيل الشكر مستشار وزارة الإدارة المحلية منسق المنسق العام للإغاثة في اليمن السيد جمال بالفقي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي السيد زيد العلاية مسؤول الإعلام في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن. سيد زيد، يعني أمام تصريحات وتلويح بعض المنظمات بخفض المساعدات الإنسانية، يعني بعض الحلول تتحدث بأنه ربما نقل المخازن من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى مناطق سيطرة الشرعية هي ستكون الحل الأمثل، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ أعيد وأكرر الكلام الذي قلته سابقا، ربما لم تسمعني في المرات السابقة، لأنه إلى هذه اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي من مكاتبنا لأنه سيتم تخفيض المساعدات في مناطق سيطرة الأمن الواقع. لكن هناك مسؤول يعني تحدث لوكالة رويترز وأوضح هذا الكلام بأن هناك يعني تضييق على عمل هذه المنظمات، وليس هذا التصريح الأخير هو التصريح الوحيد، هناك تصريحات سابقة تحدثت عن أن هناك تضييق وهناك أيضا نهب لبعض المخازن، وهذا الأمر ليس بجديد. أنا أحدثك عن ما عن ما عن ما حدثتني أنت أنه حيكون في تخفيض المساعدة الإنسانية في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع، الكلام هذا لم يكن وليس قرار، هو ليس قرار وإنما يتم الحديث عن أن هناك توجه، إذا ما تم هذا التوجه يعني وتم تنفيذ هذا الأمر، يعني هو لم يوجد قرار حتى الآن بمسألة خفض المساعدات، ولكن هناك توجه يدرس، إذا ما تم هذا الأمر ما هي الحلول؟ لا سيدي، أنا أقول لك الآن أنه البيئة، بيئة العمل في اليمن الآن تعتبر هي الأصعب في العالم كامل. أحدثك الآن كمسؤول في الشؤون الإنسانية مثل العلماء الصار، هناك أخي الكريم ما يقارب من 5.1 مليون يمني في أكثر من 75 مديرية في اليمن كامل، تعتبر مقطوعة عن المساعدة الإنسانية بسبب التعقيدات التي تفرضها السلطات. أنا ما أحدث، أنا مش لست في مكان مسؤول يحدد السلطات من سلطات هذا الطرف أو هذا الطرف، أنا أتحدث عن السلطات بشكل عام. زي ما تكلمت مرة سابقة، نستطيع جناب أصابع التعامل هذا. على الرغم من كل هذا، واليمن تعتبر الكارثة الإنسانية الأكبر في العالم، تمكنت المنظمات الإنسانية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات شركائها من الوصول إلى ما يقارب من 13 مليون و7 من عشرة يمني بمساعدة غذائية مباشرة شهريا في بداية 2019 رغم التعقيدات هذه الكاملة. هناك يا أخي ما يقارب من 29 مديرية تم إبعادها عن شبح المجاعة بسبب المشاريع والمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة. احنا نتكلم اكثر مره انه تطالب الامم المتحده بتحييد هذه الاماكن عن الصراع، تطالب بابعاد الاقتصاد عن الصراع، تطالب بابعاد عن استهداف المناطق المحليه. ما اقدرش انا اقول لك كمسؤول يعني بسيط انه اقول لك ان هذا طرف مسؤول او هذا طرف غير مسؤول. طيب سيد زيد، يعني انتم كجهه مسؤوله، نعم سيد زيد انتم كجهه مسؤوله، يعني المساعدات الاغاثيه تصل سواء في منطقه مناطق سيطره ميليشيات الحوثي او مناطق سيطره الشرعيه، لكن بالاخير يعني لديكم صوره واضحه بان يعني بالتاكيد هناك مناطق تشهد عرقله، وان كانت تصل هذه المساعدات ولكن تصل بعد او بشق الانفس وبعد يعني عرقلات كثيره، و يعني بالتالي لديكم صوره واضحه، كيف تجدون؟ هل هناك فارق في الوضع ما بين هذه المناطق وتلك أم أن الوضع متساوي؟ أنت يا أخي تحاول تجرني إلى وضع صعب على الطرف. نحن نوصف القضية بدقة وبشكلها، نحن فتحنا هذا الموضوع لكي نحدد الخلل والمشكلة. يعني لا نبعد على الموضوع ولا نحاول أننا يعني نتحدث بالعموميات، لا لازم يعني نصل إلى جذر المشكلة ونتحدث يعني بكل وضوح. احنا تكلمنا مرات كثيره في الكريم بانه المساعده الانسانيه هذه ليست الحل الاخير للمشكله في اليمن، كل ما يحتاجه اليمن انه افضل مساعده انسانيه يمكن ان تقدمها اليمن هي انهاء الصراع فورا. هناك مناطق فيها اشتباكات كبيره، يعني زي ما تكلمت قبل كانت اكثر من 75 مديريه تعتبر مقطوعه تماما من المساعده الانسانيه بسبب اما صراعات بين الاطراف واما تعقيدات تفرضها السلطة، سواء كانت السلطة في الطرف أم الطرف الآخر. مرة ثانية السيد مارك لوكوك في آخر إحاطة قدمها مجلس الأمن بأنه طالب السلطات في صنعاء بأن تقوم بالسماح للمنظمات الإنسانية بتنفيذ مشاريعها، وطالب السلطات في صنعاء بتخفيف العرقلة.
ايش ما هو مطلوب اكثر من اكبر مسؤول في الشؤون الانسانيه يقدم تصريح مثل هذا. نعم، لكن كيف بالامكان الوصول لهذا الرقم الكبير الذي طرحته في ظل هذا الوضع وفي ظل السنه الخامسه للازمه الحاصله حاليا؟ لانه هناك يا اخي ما يقارب من 242 شريك، امم متحده ومنظمات انسانيه ومنظمات محليه تعمل في اليمن في شكل كامل، وفي 2020 المنظمات الانسانيه ستقوم بمساعده ما يقارب من 15 مليون وستة من عشرة. يعني انخفض الامر يعني بنسبه كبيره. عندما اتحدث عن 24 مليون في 2019 كانوا محتاجين للمساعدات وتم استهدافهم، الان انخفض الامر بسبب الجهود التي تقوم بها المنظمات المتحده والمنظمات الانسانيه الدوليه والمنظمات المحليه التي موجوده في الشمال وفي الجنوب في مناطق سيطره الشرعيه وفي مناطق سيطره الواقع. نحن في المتحده كل مسؤول يقابل هذا الطرف ويقابل هذا الطرف، مش معناها انه اعترف بهذا الطرف او بهذا الطرف. كل المقابلات التي يقوم بها مسؤولون من اجل التاكيد او الحرص على ان كل المساعدات الانسانيه تصل الى الناس المحتاجين اليها اينما كانوا وفي اي مكان كانوا. نعم، سيد زيد، هنا سؤال اخير وباختصار، يعني فيما يتعلق بالمناطق التي لم تصل اليها المساعدات و يعني خمس سنوات من الأزمة، وبالتالي نتحدث كمنظمات أمم متحدة، هل اليوم يعني بعد مرور كل هذا الوقت هل هناك خطة واضحة للوصول لهؤلاء الناس وتقديم المساعدة لهم، أم سيظل الوضع على ما هو عليه وعلى ما مرت عليه السنوات الماضية؟ لا طبعا أخي الكريم، لا طبعا أستاذ الكريم، أنا كما قلت أنه دائما السيدة ليز جراندي أو مدير مكتب الأوتشا أو السيد مارك لوكوب كل المسؤولين يقومون بعقد لقاءات مستمرة واتصالات مستمرة سواء مع الأطراف هنا أو الأطراف هنا من أجل التمكين للوصول إلى هذه المناطق. مسؤولون في صنعاء والمسؤولون حقنا في عدن يقومون بزيارة إلى الحديدة، يقومون بزيارة إلى مارب، يقومون بزيارات إلى المحويت، إلى الصعدة، إلى الحديدة، إلى كل الأماكن هذه من أجل التفاهم مع الأطراف، من أجل وصول هذه المساعدات إلى الناس المحتاجين لها حتى في المناطق التي تعتبر الأصعب في عملية الوصول. نعم، لدينا فريق من مكتب الاوتشا سيتوجه الى مارب في الايام القادمه من اجل بحث الاحتياجات الانسانيه في مارب بسبب الصراع الدائر في هذه الايام. نعم، وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيد زيد العليا مسؤول الإعلام في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن. شكرا جزيلا لك سيد زيد، وأرحب هنا في ضيفي، سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن عبر الأقمار الاصطناعية، سيكون معنا الناشط في المجال الإنساني السيد غالب القديمي. سيد غالب، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك عزيزي بكل خير، أنت وجميع المشاهدين في قناة بلقيس. أهلا بك سيد غالب، نتحدث اليوم عن التلويح المتداول لبعض المنظمات بخفض المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من شهر مارس القادم بسبب التضييق الذي تعانيه المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين، ونتساءل هنا ما هي أبرز صور النهب التي يمارسها الحوثيين على المساعدات الإنسانية؟ بداية عزيزي، أنا أقول أنه الأمم المتحدة هي تحاول أنها تتهرب وتتخلى عن مسؤوليتها أمام الوضع المأساوي داخل اليمن. الأمم المتحدة هي متواطئة جدا مع ممارسات ميليشيات الحوثي. لماذا الأمم المتحدة لا تنقل مساعداتها أو تنقل نقل المساعدات عبر ميناء عدن أو عبر ميناء المكلا حتى تصل المساعدات التي تهدد بإيقافها إلى كل مستحقيها؟ نتفاجأ في ما بين الأيام الأخيرة، كل شهر في 9 ديسمبر قامت منظمات الأمم المتحدة بإتلاف 7 طن من الأدوية منتهية الصلاحية، في يوم 9 يناير قامت بإتلاف 71 طن من المواد المنتهية في محافظة الحديدة وعلى أنها مواد منتهية، قبلها أتلفت 81 طن على أنها أيضا منتهية غير صالحة للاستخدام. الذي استفسرنا من هذا على أنه ميليشيات الحوثي هي المتحكمة في قرار المنظمات الأمم المتحدة، وهي من تسيطر على هذه المنظمات، وهي من تقوم بمصادرة هذه المواد وعدم إيصالها إلى النازحين وإلى المحتاجين المستحقين في كل اليمن وبالأخص محافظة الحديدة.
نعم، لكن لماذا لا تصرح هذه المنظمات وتحدد من هو الطرف المسؤول على يعني إتلاف أو إيصال وضع هذه المساعدات إلى أن تنتهي ويتم إتلافها، بينما دائما يعني عندما تتحدث ليز غراندي تتحدث بالعموم وتقول جميع الأطراف ومن هذا الحديث؟ واضح الأصل أنها تقول الأصل هذا السؤال أنه يوجه للأمم المتحدة، كون من يسيطر على محافظة الحديدة وعلى ميناء الحديدة هي ميليشيات الحوثي، على الأمم المتحدة أن تكون واضحة وشفافة وصادقة مع المجتمع الدولي ومع الشعب اليمني وتقول من هو المتحكم ومن هو المسيطر ومن هو المعرقل لوصول المساعدات إلى جميع النازحين في اليمن وإلى كل المستحقين داخل اليمن. طيب الأمم المتحدة دائما هنا سيد غالب، نعم سيد غالب، هنا نقطة يعني الثقة التي تظهرها الحكومة اليمنية بأنها يعني تطالب منظمات الأمم المتحدة بنقل مخازنها لمناطق سيطرتها، وبالتالي ستقدم لهم كل الحماية ويعني وأيضا ستؤمن المخازن وكل شيء، بينما أيضا تجد يعني تصريحات من داخل الأمم المتحدة أو أيضا وجود قناعات بأن أيضا مناطق سيطرة الشرعية هي ليست بالآمنة كي يتم نقل المخازن إليها، وبالتالي ينظرون إلى الوضع أنه لا يختلف سواء كان هنا أو هناك. يا عزيزي، بالنسبة للحكومة أو الشرعية فعلا هي غير موجودة حتى في اليمن، هذا شيء واضح، لكن من قال أنها غير آمنة؟ معنا حضرموت منطقة آمنة، المهرة منطقة آمنة، كلام غير صحيح، الأمم المتحدة تحاول تتهرب، أما الحكومة الشرعية نحن أصبحنا لا نعول عليها فعلا، نحن كمنظمات وكناشطين في الميدان الحكومة لا نعول عليها كونها أيضا غير قادرة أنها تتكلم أو تقول من السبب أيضا في منع، وحتى أنها لا تفصح ولا تقول للأمم المتحدة أنتم متعاونون مع الحوثي بصريح العبارة. نعم، يعني هل يمكن أن نضع الثقة على الحكومة في مسألة يعني توفير البدائل والحلول مقابل يعني تصريحات المنظمات المتتالية في مسألة أنها ستخفض أو ستخفض من المساعدات، وبالتالي هل ننتظر من الحكومة الشرعية أن تقدم بدائل وحلول لإنقاذ الموقف واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها؟ للأسف الحكومة الشرعية لا تستطيع أن تعمل شيء، لكن الأمم المتحدة باستطاعتها أن تعمل الكثير، الأمم المتحدة باستطاعتها أن تنسق في عدن وتنسق في حضرموت مع القائمين واللي يديروا السلطة في عدن أو في حضرموت بالوصول مساعدات هذه، نحن لم نسمع في عدن في أي يوم من الأيام أن السلطات المحلية في عدن قامت بمصادرات أو بنهب أو بعرقلة عمل أي منظمة من المنظمات، كذلك في حضرموت لم نسمع أي عرقلة لأي منظمة من المنظمات، لكن السلطة الحكومة الشرعية أيضا هي يلزمها عليها تقصير كبير جدا في العمل في الميدان، غير متواجدة الحكومة الشرعية، وكذلك الأمم المتحدة وجدت مبرر وعذر لكي تتهم جميع الأطراف بعدم وجود أماكن آمنة لوصول المساعدات، وهذا غير صحيح، المحافظات موجودة في عدن أو في الجنوب أو في حتى المخا، تستطيع الأمم المتحدة أن تصل إلى ميناء المخا وتنزل مساعدات من المخا وتوزعها، هذا شيء وارد، لكن الأمم المتحدة دائما كما قلت تكيل بمكيالين وتحاول أنها تغطي على فشلها وعلى سيطرة ميليشيات الحوثي بأن تلقي بالمسؤولية على جميع الأطراف. نعم، طيب إذا ما يعني قامت الأمم المتحدة بحسب التصريحات المتداولة بين فترة وأخرى في مسألة خفض المساعدات، ما هي الآثار المترتبة إذا ما نفذ هذا القرار؟ يا عزيزي، قد الآثار هذه قد يصل الشعب اليمني إلى كارثة حقيقية، الآن الشعب اليمني في وضع لا يحسد عليه، كيف لو زادت هذه خفض هذه المساعدات بينما هي قلة جدا لا تكفي شيء، لكن كيف عاد لو خفضت أو قلت هذه المساعدات من وصولها إلى بعض من تصل إليهم؟ أنا قبل 3 أيام كنت في تعز وأجد أكثر من 1100 أسرة نازحة من أبناء الحديدة،
خلال هذه الفترة خلال 2019 استلموا مرة واحدة مساعدات من المساعدات إغاثية، تصور عام كامل أسر أكثر من 1100 أسرة نازحة لم يحصلوا على أي سلة في خلال عام كامل إلا سلة واحدة. الأمم المتحدة هي تلوح بالقضاء على النازحين والشعب اليمني بشكل عام. نعم، إذن هنا سؤال أخير وباختصار، يعني فيما يتعلق بالحلول، بنظرك ما هي الحلول الممكنة حاليا؟ الحلول هي أنه الأمم المتحدة تحول مسار المساعدات إلى ميناء المكلا أو ميناء عدن، ومنها تنطلق إلى كل أنحاء الجمهورية بدون أي عرقلة أو عراقيل. الشيء الثاني أن تخرج الذي في المخازن التي تضغط عليها ميليشيات الحوثي داخل محافظة الحديدة، تخرجها لتوصلها إلى مستحقيها. نعم، شكرا جزيلا لك، وضحت الصورة، أشكرك جزيلا الشكر من عدن الناشط في المجال الإنساني السيد غالب القديمي، شكرا لك. ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.